السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوف معكم لا كوريكسيون ديال لا دوزيام بارتي دي كونترول دو فيزيك ديال لا ثوازيام اني كوليج. الوغ بالنسبه لا كوريكسيون ديال لا بروميير بارتي راكم ولا ديجا في واحد الفيديو غتلقاو اللين ديالها لتحت في لا بواط في ديسكريبسيون. اوكي مانتونو اون فا كوريجي سيت دوزيام بارتي دو سو كونترول. الوغ قلنا لا طوم دو فير اف او بوسيد 26 الكترون دون سون كورتيج الكترونيك، يعني كتساوي على 26 الكترون في سحابتها الالكترونيه. On don Z F E égale 26. Je connais ni Z, ni A. La date de l'atome, يعني le numéro atomique. Fa la date de l'atome, le nombre de l'hydrogène, c'est 26. On va tourner dans les matériaux. E égale 1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb. يعني E est la charge élémentaire. La charge élémentaire. On va tourner dans le coulomb 1.6 × 10⁻⁹⁹ coulomb. Bien. Question numéro 1. Donnez le nombre de charges positives et le nombre des électrons de cet atome. Alors, tu peux nous dire l'aide des charges positives de l'atome ou l'aide des électrons de l'atome. Bien sûr, l'aide qui compte 9 sur l'aide de l'aide de l'aide de l'aide. Ce qui fait, alors, le nombre des charges positives est 26. Alors, on va écrire 26. Maintenant, 26 charges positives. Quelle est l'aide des électrons? Très bien, c'est la même chose, donc c'est 26. Bravo. Question numéro 2, calculer la charge du noyau de cet atome. Nous avons besoin de calculer la charge de la noyau de cet atome. Donc, nous allons jouer. Q de la noyau. Nous allons faire la qaïda. Z, Z, E. Nous avons Z de 26, donc nous allons faire plus 26 E. Donc, la charge du noyau est toujours positive. Maintenant, calculer la charge des électrons. Alors, Q هو الرمز الشحنة بصفة عامة، Q ديال الإلكترون شحنة الإلكترونات تسمى هذا، القاعدة عندنا هي موان زد، توجور باش كنحسبو لا شارج ديال الإلكترون ديال الذرة، غنديرو موان زد أو، سيتادير موان 26 أو. مانتونو لا كيسيون 4، ديدويغ لا شارج دو لاتوم، غادي نستنتجو شحنة الذرة ككل، ألوغ Q لا شارج ديال لاتوم. شحال نديرو بلوس 26 او شحنة النواة زائد موان 26 او هي شحنة الالكترونات اللي جمعناهم كيعطيونا صفر. إذن أي ذرة من الذرات اللي خلق الله سبحانه وتعالى الشحنة ديالها هي صفر. علاش؟ لأن عدد الشحنات الموجبة اللي في النواة كيعادل عدد الشحنات السالبة ديال الالكترونات، يعني دائما كيعطيونا عددين متقابلين دو نومبغ أوبوزي. كنعرفوا ان لا سوم دو دونوب اوبوزي كتعطينا توجور زيرو، على داكشي كنقولوا بان الذره متعادله كهربائيا. دونك لا طوم لا شارج ديالها تيكال زيرو. نشوف معكم دابا التتمه ديال هاد الكونترول. قالك هنا لا طوم دو فير بير 3 الكترون بو فورمي ان ايون دو فير 3، يعني ذره الحديد كتفقد 3 الالكترونات باش كتحول الى ايون الحديد 3. Donner le type de l'ion formé. نعطيو النوع ديال هاد ليون فورمي. الوغ شنو هاد ليون هذا؟ الذرة لما كتفقد الكترونات كتحول إلى أيون موجب كيتسمى كاتيون. الوغ لو تيب ديال هاد ليون هو سيت كاتيون. أن كاتيون مونو أتوميك. علاش مونو أتوميك؟ باسكو كتكون من ذرة واحدة. كون كانت كتكون عدة ذرات يعني جزيئة كتكون بولي أتوميك. ولكن لو كا إيشيون أون فادير كو Le ion, il est un cation monoatomique. Un cation monoatomique. Mono A atomique. Voilà. Donnez la formule de cet ion. Alors, la formule dit puisqu'il a perdu 3 électrons avec un ion mojeb. الصيغة ديالو هي كالتالي اف او وكنديرو الفوق 3 بلس، يعني علاش بلس؟ لان قلنا ملي كيفقد الالكترونات كيولي ايون موجب، وكنكتبو العدد ديال الالكترونات التي فقد. بما انه فقد 3 الالكترونات كنديرو 3 بلس، لو انه فقد 2 الالكترونات غادي نكتبو اف او 2 بلس. اوكي ننتقلو للسؤال الموالي. كالكولي لا شارج دي زيلكترون دو سيتيون اون فونكسيون دو لا شارج اليمونتير او اي لو كولومب سي. فغادي نحسبو في البداية الشحنة ديال الإلكترونات هذا الأيون
في البداية بالشحنة الابتدائية E، ومن بعد غادي نحسبوه باش بالكولوم. الو في الاصل شحال كانت عندنا عدد الالكترونات ديال ذرات الحديد؟ تخيل كانت عندنا 26. ملي فقد 3 الالكترونات شحال بقى عندها؟ فقط 23. الو الشحنة ديال الالكترونات غنكتبو Q ديال الالكترون كتساوي، كنديرو 26 هو العدد الاصلي ناقص داك العدد اللي فقدات E، سيتادير هي وبيان سور غنساوش نديرو موان. علاش موان؟ لان الالكترونات تكون سالبة، هي موان 23 E. اوكي دابا نشوفو الشحنة ديال هاد الالكترونات نيت باش الكولومب. الو غنديرو كتساوي لنا موان 23 فوا 1.6 فوا 10 على بويسونس موان 19. على شحال تعطينا؟ تقريبا كتساوي لنا ناقص 36 ناقص 8 10 نص ناقص 19 يعني كولوم، نص ناقص 19 كولوم. اوكي ننتقلوا للسؤال الموالي. كالكيو لا شارج دي نويو. الو بيان سور النويو ما كتاثرش، ما كتغيرش الشحنه ديالو، كتبقى كيف ما هي. واخا الذره كتفقد الالكترونات ولا كتكتسب، كتبقى الشحنه ديال النواه هي لا ميم. دونك ان اتصلنا يونيت بلس 26 او ما شونج جامي. نشوفوا دابا لا شارج ديال الايون ككل في السؤال 5 ديال دوير. دونك لا شارج ديال الايون، الو نديرو كيو ديال الايون كتساوي، الو كنديرو لا شارج ديال الالكترون هي موان 23 E بلس 26 E. سا دون كومبيان؟ بلس 3 E. وهكذا نكونو كملنا ليكزارسيس ديالنا. وأخيرا أعزائي التلاميذ، كنشكركم على حسن المتابعة وعلى بقائكم معي حتى هذه اللحظة. انتظروني في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، اللي غادي نقدمكم فيها شرح للدروس وأيضا تصحيح الفروض والتمارين في مادتي الرياضيات والفيزياء لكل المستويات الإعدادية والثانوية. دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.